والرجل الذي سبق وان سجل حضورا كبيرا في بطوله الدوري الالماني. محاوله تاتي وتسديده اولى في الشباك. هدف ياتي عن طريق داميانوفيتش. اللاعب المونتينيغري يضع الكره في الشباك ليتقدم نادي اف سي سيول بهدف مقابل لا شيء. تاتي عن طريق اللاعب داميانوفيتش. هذا الرجل صاحب ال 32 سنه يضع كره في شباك المعيوف ليعلن التقدم لمصلحه الفريق الضيف في مباراه اليوم بهدف مقابل لا شيء، هدف مبكر. الحسابات لا زالت في بداياتها، لكن بكل تاكيد هذا الهدف اربك حسابات المدرب فيتور بيريرا. كرة موضوعة بشكل مثالي جدا. شوف الكرة المضي، يا سلام يا سلام يا سلام على داميانوفيتش. وضع الكرة بقدمه اليمنى في زاوية صعبة جدا على حارس المرمى عبد الله معيوف. الثمانية الأوائل يلعبون مرحلات البطولة. كرة عموما فيها محاولة تأتي الآن. مصطفى بصاص في منطقة الجزاء يلعب كرة، فرصة للتعديل. سلطان السوادي غير ملامح ملعب مدينة الملك عبد العزيز. هدف التعادل يرسم البسمة ويعيد الراقي إلى أرضية الملعب، يعيد الراقي إلى أرضية الملعب. هدف لهدف الآن. هزار كان الشراش البصاص، وصلت الكرة الماضية، وصلت إلى السوادي. تسلم يمينك يا سلطان، تسلم يمينك يا سلطان.